نوبي بيشتغل بالفطره، ودي كانت فعلا ميزه عندنا ان احنا كنا ناس بعاد عن الهوس المدني هنا، انما كان الناس كان عايشه على فطره، كان عندنا مبدعين شعراء استاذ حلمى ابو زيد عايزين استاذ عز مبدعين. دكتور مصطفى عامل ثلاثيه، ما انتوا مش عارفين عامل اغاني ثلاثيه اسمها بتتغنى في عندنا في الافراح. كان الابداع منين؟ من صفاء ونقاء الجو وبهاء ونفوس والميه والنخيل والنيل، الحاجات دي كلها كانت مبدعين حقيقي مبدعين. ما فيش قريه ما كانش فيها مبدعين، مبدعين فطريين بالفطره. انا مش عايز اطول عليك بس هتكلم. طيب قول حاجه. أنا اتكلمت على عياد النوبة في مصر خط عرض. في معبد أبو سمبل يا دكتور، في معبد أبو سمبل رمسيس الثاني بالمناسبة، هذا الشهر شهر رمسيس الثاني 22 أكتوبر، حاجة اسمها تعامد الشمس في معبد أبو سمبل. التعامد ده بيحصل مرتين، 22 فبراير 22 أكتوبر. الشهر ده الشمس بيخش كده أول ما تشرق في وش الملك رمسيس اللي هو كان عمل نفسه إله، من الرأس تبتدي تنزل كل يوم ياخد 3-4 أيام لغاية ما تختفي. اسم تعامد الشمس 22 3-4 أيام؟ أيوة، يعني كل يوم في بتنزل شوية بس الشمس بتتحرك بقى. أول يوم هنا يوم 22 من الرأس كده، وبعدين تبتدي تنزل كده. الناس كلها بتروح اول يوم والزحمه دي، انما لو رحت ثاني يوم هتلاقي برضه شويه. يمكن الدعايه بتاعته اعلام، ما فيش اعلام السياحي بالذات للاسف مفقود عندنا. بالمناسبه انا عيد ميلادي مع الملك رمسيس الثاني 22 ما تسقفوا له من كام الف سنه. يبقى يا دكتور 22 اكتوبر تاريخ ميلاده، 22 فبراير التتويج. لا هما بيقولوا كده بس في اقوال ثانيه، التاريخ فيها. انما انا بحتفل من سنه 84 1984 كنت مدير مركز اعلام ابو سمبل السياحيه، حتى الان مع رمسيس الثاني في ابو سمبل بعيد ميلادي. عشان كده بتقول من يوم 20 مسافر. انا بسافر كل سنه 20 21 بكون في اسوان 22 بكون في. بس خد بال حضرتك يا استاذ ده، انت كاتب من 20/10 لغايه 2/10، خدت بالك؟ 2/11 لا انا عدلت. لا عملت 2/22 اكتوبر ان شاء الله. وانا بنصح يعني اي حد فكر يروح في ابو سمبل عايز يروح تعامد ما يروحش في فبراير. ليه؟ فبراير بتبقى فيها غيوم، الشمس لما تطلع يا دكتور ما بتظهرش على طول. عشان حصل ما ظهرتش. كتير حصل كتير، انا كنت اشتغلت في ابو سمبل لمده حتى المطار كان تبع اسوار كنت بروح على طول يعني. فاكتوبر بيبقى الشمس كلير بتبقى واضحه بتخش على طول يعني. اكتوبر خريف. اكتوبر بس الاحتفال الازهر. فبراير بيبقى فيه شتاء. بيبقى فيه غيوم حاجه زي كده. بس انا خلصت. شكرا. في حاجه يا استاذ ذهب؟ ايوه. ومعانا دكتور وفضلك وكبار مثقفين. اي حاجه في التاريخ والاثار والاستاذ موجود انا مش هتكلم. ما انا يعني احنا بنتكلم عشان الدكتور يصحح لنا. الدكتور موجود؟ انت بتوقعنا من الدكتور ولا ايه؟ هو الدكتور صحح لنا. حضرتك قلت النوبه ما كانش فيها جاسوس على مر التاريخ. تمام؟ ايوه. وفي حاجات تانية لا يعني يمكن وجدت في كل بلدان العالم الا النوبه. يعني يقال النوبه عمر ما كان فيها اقطاع. صح يا دكتور؟ ما كانش فيه قطاع خالص. وبرضك كان فيه العالم الاثري بوكهارت ابراهيم الاسلم سويسري كان بيقول بوكهارت بيقول ان نساء النوبه اعف في نساء الشرق قاطبه. ده معناه برضك ان النوبه
يمكن المكان الوحيد في العالم اللي ما فيهوش بغاء. صحيح ولا ايه؟ صحيح. لما كلها كانت قرى وقرى معروفه وعائلات معروفه وقبائل معروفه، فكل قبيله عارفه انت مين وابن مين وبنت مين وابن عم مين، كلنا ما عارفين لا كتاريخ يعني الحاجات دي. فالبغاء دايما بتبقى في المدن على فكره، مش موجوده لا في النوبه، والاقطاع ما كانش في النوبه يعني في ظلم. الاقطاع ما بيبقاش فيه، لان الدكتور عارف كله عندنا تكافل اجتماعي. ايوه، واعلى نسبه تكافل اجتماعي كانت في النوبه. ايوه، وللان الحمد لله رب العالمين. صحيح هنا في القاهره يمكن شويه كده المسافات، بعد المسافات، انما عندنا في القرى النوبيه اما تعني ان في فرح، انا لو ما عنديش 100 جنيه يا استاذه الاقي 100,000 جنيه حواليا لموني من غير ما احس ومن غير ما حد يقول انا دفعت لك. يعني ده نوع من انواع التكافل الاجتماعي قوي على زي كده. كراسه دي زي الواد الجديد، انا بحب الواد الجديد واحب الواحات البحريه، بحبها جدا جدا جدا، نفس الصفاء بتاع النوبه. السؤال الاخير اللي بتفضل حضرتك. اتفضل. بتتحدث والدنيا بتخش ببعض، ازاي نحافظ على الحياه النوبيه الحاجات اللي حضرتك قلتها ديت في ظل المدنيه اللي داخله على النوبه وبتبتدي تندمج؟ بالتكافل اللي احنا قلنا عليه، بالجمعيات النوبيه اللي احنا عاملينها من اكثر من 100 سنه، احتفاليه عافيه، جمعيه عافيه من 100 سنه مارس الجاي. في جمعيه الاندان 1907 تقريبا، بس 115 سنه. ها؟ 115 سنه. في الجمعيات كبرنا عملوا ليه الجمعيات؟ عشان المحافظه لم زم زم زي ما السيده قالت. لمي احنا بالجمعيات اتعملت لهذه تجميع الناس بتوعنا. هي اما بقول لك المسافات بعدت، فكل واحد يقول لك يكسل، يقول لك انا هروح في عابدين ولا اروح في فيصل ولا انما هي جمعيات معروفه او معموله عشان خاطر التجمع. التجمع انا اقول لكم يا دكتور مصطفى، انت عارف اول من عرف عمل النادي النوبي كان راجل من كروسكو، ابو حنظل حجازه، قدم استقالته في البنك، خد مكافاه البنك عشان يعمل نادي نوبي. شيء طيب. عمل جريده، عمل حاجه للطلبه، ساب شغله، قال المكافاه دي هتعمل لي حاجه، مش لنفسه، لا للمجتمع بتاعه. احنا عندنا في ميدان التحرير، في قلب ميدان التحرير، ناصية ميدان التحرير، نمرة واحد ميدان التحرير، نادي النوبي العام. عملت مدة طويلة اتعملت اتعمل النادي ده. ايه علاقة عبد القادر حاتم؟ لا انا ما اعرفش، يمكن الكبار يعرفوا. ايه علاقة عبد القادر حاتم بالنوبة بيقول؟ لأنه هو في منطقة كل سكانها من عابدين، هو من عابدين، فبيترشح في عابدين، وعابدين فيها تجمع نوبي كبير، فكانوا بيأيدوه في الانتخابات، بيأيدوه صديق، بس المهم يعني انا وعمل عياداته. يعني انا من هواة التصوير، عندي قناة في اليوتيوب، هوايتي او شغلي بقى حاليا موثق للأمسيات الثقافية، عندي قناة في اليوتيوب بنزل فيها كل الحاجات اللي انا بعملها عشان خاطر يبقى للتاريخ والتاريخ وموثق للي هيجي بعد في الليل. شكرا. انا استاذ جهاد بعت لي على الواتساب، عشان انا ما اعرفش في الثاني اسمه ماسنجر، في الماسنجر. لا على الواتس بيقول لحضرتك. لا في الماسنجر انا بعت لك. ما اعرفش بقول لك الماسنجر ولا معرفوش. ماسنجر منبسط. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا. نوبي بيشتغل بالفطره، ودي كانت فعلا ميزه عندنا، ان احنا كنا ناس بعاد عن الهوس المدني هنا، انما كان الناس كان عايشه عن فطره، كان عندنا مبدعين شعراء، استاذ إلما ابو زيد، استاذ عز الدين، مبدعين. دكتور مصطفى عامل ثلاثيه، ما انتوا مش عارفين، عامل اغاني ثلاثيه اسمها بتتغنى في عندنا في الافراح. كان الابداع منين؟ من صفاء ونقاء الجو
والبهاء والنفوس المية والمية والنخيل والنيل الحاجات دي كلها كانت مبدعين حقيقي مبدعين. ما فيش قرية ما كانش فيها مبدعين مبدعين فطريين بالفطرة. أنا مش عايز أطول عليك بس هتكلم طيب قول حاجة أنا اتكلمت على عياد الجنوب في مصر خط عرض في معبد أبو سمبل يا دكتور في معبد أبو سمبل رمسيس الثاني. بالمناسبة هذا الشهر شهر رمسيس الثاني 22 أكتوبر حاجة اسمها تعامد الشمس في معبد أبو سمبل. التعامد ده بيحصل مرتين 22 فبراير 22 أكتوبر. الشهر ده الشمس بيخش كده أول ما تشرق في وش الملك رمسيس اللي هو كان عمل نفسه إله من الرأس تبتدي تنزل كل يوم ياخد 3-4 أيام لغاية ما تختفي. اسم تعامد الشمس 22 3-4 أيام؟ أيوة يعني كل يوم في بتنزل شوية بس الشمس بتتحرك بقى أول يوم هنا يوم 22 الرأس كده وبعدين تبتدي تنزل كده. الناس كلها بتروح اول يوم والزحمه دي انما لو رحت تاني يوم هتلاقي برضه شويه يمكن الدعايه بتاعته اعلام مفيش اعلام السياحي بالذات للاسف مفقود عندنا. بالمناسبه انا عيد ميلادي مع الملك رمسيس الثاني 22 ما تسقفوا له من كام الف سنه 22 اكتوبر تاريخ ميلاده 22 فبراير التتويج. لا هم بيقولوا كده بس في اقوال ثانيه التاريخ انما انا بحتفل من سنه 84 1984 كنت مدير مركز اعلام ابو سمبل السياحيه حتى الان مع رمسيس الثاني في ابو سمبل بعيد ميلاد. عشان كده بتقول من يوم 20 مش انا بسافر كل سنه 20 21 بكون في اسوان 22 بكون في بس خد بال حضرتك يا استاذ دهب انت كاتب من 20/10 لغايه 2/10 خدت بالك؟ 2/11 لا انا عدلتها لا عملت 2/22 اكتوبر ان شاء الله. وانا بنصح يعني اي حد فكر يروح في ابو سمبل عايز يروح تعامد ما يروحش في فبراير. ليه؟ فبراير بتبقى فيها غيوم الشمس لما تطلع دكتور ما بتظهرش على طول عشان اصلا ما ظهرتش كتير حصل كتير. انا كنت على الشباب في ابو سمبل لمده حتى المطار كان تبع اسوار كنت بروح على طول يعني. فاكتوبر بيبقى الشمس كلير بتبقى واضحه بتخش على طول يعني اكتوبر خريف اكتوبر بس الاحتفال الازهر لما فبراير بيبقى فيه شتاء بيبقى فيه غيوم حاجه زي كده بس اسال بقى عشان ما ندي فصل الشعر. بس انا خلصت. شكرا. شاعر جميل. استاذ عبد الكريم عايز يسال في حاجه يا استاذ ذهب ومعانا دكتور وفضلك وكبار مثقفين اي حاجه في التاريخ والاثار والاستاذ موجود انا مش هتكلم. ما انا يعني احنا بنتكلم عشان الدكتور يصحح لنا الدكتور موجود انت بتوقع لنا الدكتور ولا ايه؟ هو الدكتور صحح لنا. حضرتك قلت النوبه ما كانش فيها جاسوس على مر التاريخ تمام؟ ايوه وفي حاجات ثانيه لا يعني يمكن وجدت في كل بلدان العالم الا النوبه. يعني يقال النوبه عمر ما كان فيها اقطاع. صح يا دكتور؟ كانش فيه قطاع خالص. وبرضك كان فيه العالم الاثري بوكهارت ابراهيم الاسلم سويسري كان بيقول بوكهارت بيقول ان نساء النوبه اعف نساء الشرق قاطبه. ده معناه برضك ان النوبه يمكن المكان الوحيد في العالم اللي ما فيهوش بغاق. صحيح ولا ايه؟ صحيح. كلها كانت قرى وقرى معروفه وعائلات معروفه وقبائل معروفه فكل قبيله عارفه انت مين وابن مين وبنت مين وابن عم مين كلنا ما عارفين لا كتاريخ يعني الحاجات دي فالبغاء دايما بتبقى في المدن على فكره مش موجوده لا في النوبه والاقطاع ما كانش في النوبه يعني كان في ظلم
الاقطاع ما بيبقاش فيه، لان الدكتور عارف كله عندنا تكافل اجتماعي. ايوه، واعلى نسبه تكافل اجتماعي كانت في النوبه. ايوه، وللان الحمد لله رب العالمين. اه صحيح، هنا في القاهره يمكن شويه كده المسافات، بعد المسافات، انما عندنا في القرى النوبيه اما تعلن ان في فرح، انا لو ما عنديش 100 جنيه يا استاذه الاقي 100,000 جنيه حواليا لموني من غير ما احس ومن غير ما حد يقول انا دفعت لك. يعني ده نوع من انواع التكافل الاجتماعي قوي، يعني حاجه زي كده كراسه زي الواد الجديد. انا بحب الواد الجديد واحب الواحات البحريه، بحبها جدا جدا جدا، نفس الصفاء بتاع النوبه. السؤال الاخير اللي بفضل حضرتك، اتفضل. الحياه بتتحدث والدنيا بتخش بعض، ازاي نحافظ على الحياه النوبيه الحاجات اللي حضرتك قلتها دي في ظل المدنيه اللي داخله على النوبه وبتبتدي تنتمي بالتكافل اللي احنا قلنا عليه، بالجمعيات النوبيه اللي احنا عاملينها من اكثر من 100 سنه، احتفاليه عافيه، جمعيه عافيه من 100 سنه مارس الجاي، في جمعيه ادندان 1907 تقريبا استاذ عز الدين، ها 115 سنه. اه في الجمعيات كبرنا عملوا ليه الجمعيات؟ عشان لم زم زم زي ما السيده قالت، لم لم احنا الجمعيات اتعملت لهذه تجميع الناس بتوعنا. هي اما بقول لك المسافات بعدت، فكل واحد يقول لك يكسل، يقول لك انا هروح في عابدين ولا اروح في فيصل ولا، انما هي جمعيات معروفه او معموله عشان خاطر التجمع. التجمع، انا اقول لكم يا دكتور مصطفى، انت عارف اول من عرف عمل النادي النوبي كان راجل من كروسكو، ابو حنظل حجازه، قدم استقالته في البنك، خد مكافاه البنك عشان يعمل نادي نوبي. عمل جريده، عمل حاجه للطلبه، ساب شغله على المكافأة دي هتعمل له حاجة، مش لنفسه، لا للمجتمع بتاعه. احنا عندنا في ميدان التحرير، في قلب ميدان التحرير، ناصية ميدان التحرير، نمرة واحد ميدان التحرير، نادي النوبي العام، عملت مدة طويلة اتعملت اتعمل النادي ده. ايه علاقة الحاضر بين لا انا ما اعرفش، يمكن الكبار يعرفوا. ايه علاقة عبد القادر حاتم بالنوبة بيقول؟ لأنه هو في منطقة كل سكانها من عابدين، هو من عابدين، فبيترشح في عابدين، وعابدين فيها تجمع نوبي كبير. فكانوا بيأيدوه في الانتخابات بيأيدوه. صديق بس. صديق. المهم يعني أنا وعمل عيادات يعني أنا من هواة التصوير. عندي قناة في اليوتيوب، هوايتي أو شغلي بقى حاليا موثق للأمسيات الثقافية. عندي قناة في اليوتيوب بنزل فيها كل الحاجات اللي أنا بعملها عشان خاطر يبقى للتأريخ والتاريخ وموثق للي هيجي بعد في الليلة. شكرا. أنا أستاذ أحمد بعت لي على الواتساب، في الماسنجر، في الماسنجر، لا على الواتس بيقول لحضرتك، لا في الماسنجر انا بعت لك، ما اعرفش الماسنجر، بقول لك الماسنجر ما اعرفوش. اه